الطموحات ليس لها حدود عندي إن شاء الله. طبعاً حفل إبداع هو من أهم اللي نقدر نسميه المهرجانات. حصول مثل هيك تجمعات في بلدان الغربة هذا شيء بحد ذاته متميز. طموحات ليس لها حدود عندي إن شاء الله في مجال الفن والثقافة والعلوم ولكل ما هو عراقي وعربي، وإن شاء الله ننطلق للعالمية. فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها المبدعون بهذا الحفل المميز، متمنين لكم أمسية رائعة. الحفل يتناول العراقيين المبدعين بألمانيا وخارج ألمانيا. ما بين بغداد وبون، تاريخ وعلوم وفضاء. حفل إبداع هو أكثر من مجرد حفل. الشيء مفرح أنك تشوف هيك نماذج تعطي أمل كبير بالمستقبل، وهذولا يبقون ثروة للعراق. أول أسس لعلم الفلك بدت في حضارة وادي الرافدين. نلتقي عراقيين يجوز إحنا بالعراق مش شايفينهم. شهادة الدكتوراه في اختصاص العلاج بالإشعاع، كلية الطب، جامعة هايدلبرغ. حصلت فرصة استثمارية عن طريق بنك لأن نوفر أو نسوي مستشفى استثماري ألماني بالعراق. وهي أيضا رسالة واضحة لكل من يحاول أن يعكر صفو هذه التلاحم بين أبناء الشعب الواحد. الفن هو الشيء اللي نقدر يعني يوجهنا للماضي والحاضر والمستقبل. هذه أول لوحة طيني يمثل خارطة العالم. سميتها هاي اللوحات عراق الحضارات. شعارنا هو الاستثمار في المواهب. يعني أعتقد أنها نقطة إيجابية في طريق لم شم الجالية العراقية على خط حب العراق. سجلت أغنية عالمية ملحمة يدخل هو ساوند تراك إلى فيلمي. طبعا هذا الفيديو اللي حتشوفوه هو نتاج مشروعنا اللي هو عبارة عن تقارير. هذا الفيديو هو مدة دقيقتين ونص. لاحظت في كل يعني مجالات هذا المؤتمر أكو لمسات إبداعية. من فنانين حفل إبداع هذه السنة وهو أحد مواهب البرنامج الفني The X Factor. البحر لا يبعدك عني لسوي القلب عبار. وأنا فرحان بهذا العرس العراقي. أنا سعيد جداً أن أكون بين هذه النخبة الرائعة من العراقيين في المهجر. أمانينا نضل على الباب لنار برداً وسلاماً كوني. نحاول يد بيد أنه نسوي شيء إن شاء الله جميل ونفتخر به ونرتقي نحو الأفضل. الحفلة والجو مشتعل شعر شعر. يبقى العراق إن شاء الله إن شاء الله معافى كريما سالما غانما بكم وبأهلنا الطيبين الغيارة.
التخطيط السليم يجعل كل أحلامك المستحيلة واقع ويجعلها تتحقق. ودائما دائما الوطن في قلوبنا، وإن شاء الله إن شاء الله كنا نرجع لبلدنا ونساهم في إعمار العراق العظيم.